ان شاء الله تكونوا كامل بخير نتوما تشوفوا في ما فيديو. لا فيديو تاع اليوم راح تكون مي فافوري، مي مش مي فافوري دو موا جانفي، راح تكون فانيك من ديسمبر العام اللي فات. ولي سي لا بروميير فوا راح ندير مي فافوري سور ما شين، حبيت ندير تاع هذا الموا واللي فات، فهمت؟ وراح تكون كاين دو فيديو، واحد على الميك اب اللي هو هذا، والاخر على السوا. اوكي تو سو، اذا حابين نشوفوا مي فافوري جست ليتس جيت ستارتد. الحاجه اللي حبيت نوريها لكم هي هذه الماسكارا دو شي لوريال. بون فهمت جاتكم بمقلوب بان، بغيت هذه هي البروس تاعها، تجي كيما هكا. الله يا مي بابا، سخت روحي. تجي كيما هكا. بون ننصحكم بها اذا عندكم يعني بزاف شفارتين، مي مش طوال. انا تاعي مايا ومنديرش ماسكارا بزاف، يعني ندير كوش ونزيد جوست هاك نمشطهم بها. هذا ما كان يعني باش طولهم لي شويه باش يجوا مع الاي لاينر شابين. كان البروس تاعها مليحه مليحه فانيك للشفارتين تحتها، ننصحكم بها. عندي بزاف نحبها والله. بون انا تشدي الماسكارا تشدي دو مو ولا تخوا مو، مش با نتوما اذا تديروا ماسكارا بزاف يعني مانيش راح تشد لكم بزاف، مي بغيف. هذه كان الفافوري الاولى طبعا. الزوجة هذا الايلاينر، بس ايلاينر من ماجيك سموف ليكويد ايلاينر دو شي كيس بيوتي. بون هذه الماسكارا شي تاع 120000، وي 120000. وهذا رخيص، هذا 15000. شوفوا لي شاتو واش حاشا رقيقة مليحة وسهلة في الخدمة. ميغ تكوني موالفة ديري الأيلاينر ليكيد باش ديريه باش تشريه ويجيك سهل باش تابليكيه. هذه كانت الزوجة الثالثة. ديجاكم شفتو في ال بون بغي زي ما حطيت الفلوغ، مي هذه هي درت ديجا عليها ريفيو في ليبيسود الاولى تاع الجاين بيوتي باي فلا. اذا حابين تشوفوا ريفيو انا نخلي لكم في صندوق الوصف. هذه هي بزاف بزاف شباب، انا دايره هكا مي انا درت لك ستانين هنا مع هذا. هذه بزاف شابه ومات، خير من الفيلفيت، خير من الفيلفيت. واللي ما عجبهاش تقطع صراحه، خير من الفيلفيت ام شور. مي سي جوست مي قبلها بيبي لابس ولا مش متنشف لك شتي ليفغ. هذي كانت الفافوري تخوازيام. لا كاتخيام هو هذا الغوجا ليفغ، عنديرو كل يوم جو تا مبقاش منو دو كيس ايفرا بيوتي فيتامين او فيه تشينا دير. بزاف شباب وجايك شغل نيو دروزي و مليح، يعني جوست ديري هكا ما تبانيش مريضة. بون خلاص ما تبانيش مريضة. هذا مليح، انصحك به سيدتي التي سيدتي المتفرجة. بون هذا كوت كور، وي هذا و لا بيبي كريم دو فينوس. هذو لي دو نو مزال هذا الزوج بزاف عجبوني. بون هذا نهار اللي تحبي ديري سموكي ايلاينر ولا جوست ديري بال طلعي شوفوا مات بزاف شباب. سندي ديكم تا واش حشبه ندير لكم هنا بزاف شباب بزاف شباب، ويطول ما يروحش ويعجبني على اللي ما يخليش. شغل انا عندي الهودد ايس عيني ما حبيتش واش يقولوهم شغل عندك شناوة ياك سو نهار اللي كي نفتح عيني هكا ونطول نهار كومبلي ما يديليش هذيك هذاك التخيل اللي يجي من الفوق. هذا ما يديروش
سو ننصحك به انستي المتفرجه. هذا كان الفافوري نمبر 5 وهذه البيبي كريم. اذا حبيتوني ندير عليها الريفيو جوست تخلوا لي في لي كومونتير وندي لكم باسكو بزاف 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 شاب. بون ما ننسيش اذا حبيت ندير لكم ريفيو خلوا لي بزاف عجبتني هذه ننصحك بها سيدتي المتفرجه ولا انستي سي سور تكوني انستي مش سيدتي. الفافوري تاعي هو هذا هذا البرني اللي يعني دايرته انا دوك هو هذا بون هالول هالول اللي درت هذا هذا المات نيل بولش نهار اللي درتو ما عجبنيش المره الاولى مي سي جوست تخليه شويه ولا يولي شباب مي الماش عندي تشوف لو ريفيرونس ام 12 تراي اوسين اوسين اوشن هذا هو عجبني عجبني دو شيف لا مارك. سو هذو ما كانوا مي فافوري ميك اب ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله انا ما كنتش ثقيله على قلوبكم انا اللي مفيدكم وزيدوا شنو اه ما تنساوش ابونيو ماشين في هذيك الريد بوكس بس تشوفوا مي فافوري اوسي نخلي لكم المي فافوري في الكوتي سوا يعني راح تكون مورا هذه لا فيديو سيدي اوسي فولو مي ولا ابونيوني سوغ انستغرام فيسبوك تويتر وسناب شات باش تشوفوا لي كوليس علي تهلاو في رواحكم كيف سمايلين ستي هابي تهلاو في الناس اللي تحبوهم على فراشين فيديو.